لو انت شخص مسيحي او غير مسيحي وماشي في الشارع فعضك كلب مسعور او اتخضيت خضة قوية تعمل ايه؟ ده موضوعنا النهاردة. يبقى اذا نحن لا نهاجم الاسلام ولا نبي الاسلام، نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل. للشيوخ المسلمين الافاضل يردوا علي. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجم الشمس ليست تحجب، والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم النفخ المقدس، وكالعادة احنا بنرد على المنصرين والمفترين اللي بيفتروا على دين رب العالمين. لا بنتهكم ولا بنستهزئ، قد يبدو للبعض ان انا بعمل كده، ولكن انا بدافع عن ديني ليس بالسب ولا بالاستهزاء، بل بإظهار الحق ووضع الحقائق بين يديكم، ولكم كامل الحرية. فاحنا بنضع ونقيم عليكم الحجة علشان لما نقف بين ايدين رب العالمين يوم القيامة معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. النهاردة حلقتي هتكون صغيرة ظريفة لطيفة عن موضوع مهم جدا، وهو هي اسمها صلاة ابو تربو. سمعت عنها؟ ابو تربو هي بتاع عضة الكلب. خلاص، صلاة ابو تربو. ايه هي صلاة ابو تربو دي؟ ده هنتعرف عليه النهاردة. ولكن وقبل ما نخش في موضوعنا النهاردة، مستحيل يعني تكون بتسمعني الآن ومش مشترك في القناة. اشترك في القناة وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد، واضغط على زرار الكل، ولو عجبك المقطع دوس لايك، ما عجبكش دوس لايك، وأهم حاجة شارك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ على بركة الله. النهاردة موضوعنا مش للسخرية ولا للاستهزاء، موضوعنا لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإزهاقه. موضوع اليوم هو صلاة بتصليها الكنيسة للي يعضوا كلب أو يتخض خضة مفزعة مرعبة، وبيقولوا إن الصلاة دي بتنوب عن 21 حقنة اللي احنا كنا زمان بنسمع عنهم، حقنة التيتانوس. فهل فعلا الكلام ده موجود في الكتب المسيحية؟ وهل هم مؤمنين به فعلا؟ أم هذا الكلام مخالف للعلم وللفطرة؟ ويا ترى يا هل ترى مين اللي بيستعمل الأمر ده؟ هل فعليا القساوسة بيستعملوه مع أبنائهم؟ يعني لو ابن قص عضه كلب هياخده يوديه الكنيسة ولا هيوديه المستشفى؟ ده اللي هنطلع عليه النهاردة. صلاة أبو تربو دي هنعرف كل شيء بالتفصيل عنها. هي بتصلى لنوعين، اللي يعضه كلب واللي يتفزع، والصورة أمامك. تاني أمر مهم لازم نعرفه، إزاي الصلاة دي بتصلى داخل الكنائس؟ فإيه رأيكم نسمع من داخل الكنيسة كيف تصلى هذه الصلاة؟ العبد الكلب بيجي ومعه 7 خبزات من الفطير، يعني خبز غير مختمر، شكرا، ويجيب 7 حتت جبن عليهم ملح، و7 ثمرات من البلح، وشوية زيت، وإزازة مية أو أي إناء في مية. خلاص؟ والكاهن يجيب 7 أولاد صغيرين لسه ما وصلوش سن البلوغ، يصلي صلاة الشكر ويرفع البخور، وساعتها الشمامسة يقولوا 4 ناقوس. خلاص؟ وبعدين يبتدوا يقروا البولس. البولس من كورنثوس الثانية لصح الثاني من 12 ل 17. طيب الإنجيل يجي لنا مزمور 84 آية 6 وآية آية 5 وآية 6. أرنا يا رب رحمتك وخلاصك، أعطينا، أنت الله ترجع فتحينا وشعبك يفرح بك. هنا علشان إيه اللي عضوا الكلب ده زمان ما كانش فيه أمثال للحاجات دهيت، فاللي كان بيعضوا كلب مسعور كان أخرته موت. يعني يمكن دلوقتي عشان بقى فيه 21 حقنة اللي بياخدها الواحد في بطنه والكلام ده كله، لكن أساسا زمان ما كانش الكلام ده موجود، عشان كده عملوا صلاة أبو تربو ديت وبنفهم دلوقتي ليه. الإنجيل من إنجيل القديس متى 15 من 21 ل 28 بيتكلم على المرأة الكنعانية اللي جت بتقول للمسيح ابنتي فيها ايه؟ شيطان، وليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح لمين؟ للكلاب. ان احنا دلوقتي هنصلي ايه؟ ده اللي عضه كلب. ها؟ لان الكلب ده عادة يعني بيكون من ضمن رموز الشيطان يعني. خلاص؟ كلكم عارفين الانجيل. طيب تعالوا بقى نشوف بعد كده
الكاهن بيقول الأواشي الصغار وبعد كده قانون الإيمان وبعد كده يقرأ سيرة القديس أبو تربو. لو قدرت ما فيش غير حاجات بسيطة ما نعرفهاش، يعني مزمور وإنجيل معروف، البولس معروف، بس التجهيزات الأولانية نحاول نفهم ليه عملناها في الآخر، اللي هي أنه لازم يجيب 7 خبزات أو 7 فطيرات و7 حتت جبن ملح و7 سمرات بلح وشوية زيت وشوية مية، وابونا يجيب ايه 7 عيال صغيرين. قد يقول قائل الكلام ده مش ملزم ليا وانا معملوش وانا حر. هقول لك ده موجود في الكتب المسيحية وكتب الانباوات، والانبا ده او الاسقف ده هو الاله على الارض زي ما بتقول الدسقلية، فما ينفعش ترد كلامه، لان ما يربطه على الارض يكون مربوط وما يحله على الارض يكون محلول، وما يربطه في السماء يكون مربوط وما يحله يكون محلول، فالعملية ما فيش فيها مهرب ولا فصال. كتاب النهاردة هو كتاب روحانية طقوس الاسرار في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، تقديم الانبا موسى الاسقف العام والانبا متقاوس اسقف ورئيس دير السريان. بيقول بقى صلاة ابو تربو تقام لكل من عضه كلب سعران، فتبطل مفعول السعر اذا كانت بايمان قوي، تعمل للمسيحيين وغير المسيحيين على حد سواء، يعني انت مسلم او مسيحي او يهودي تتعمل لك دي عادي يعني. يكثر استعمالها في القرى اكثر من المدن، المناطق اللي بيتفشى فيها الجهل يعني، وتأتي بنتائج ملموسة بسبب بساطة ايمان القرويين. يمكن ان تعمل ايضا للحيوانات التي عضها كلب سعران، يعني حتى لو عندك بطة فرخة وزة عضها كلب ممكن توديها الكنيسة فتشفى على طول يعني. هذه الصلاة تغني المريض عن 21 حقنة التي تعطى في البطن لمن عضه الكلب. شفت ده ما جبناش حاجة من عندنا اهو، لمن عضه الكلب سعران، لان مفعولها قوي مع الايمان، ويمكن ان يستفيد المريض بالعلاج والصلاة معا. اول من استعملها قديس اسمه تربو، وهي كلمة يونانية معناها الشافي، وقد كان هذا القديس ايام الملك الكافر ديقلديانوس، ونال من الولاة عذابات شديدة ثم وضعوه في السجن زمانا طويلا حتى مات ديقلديانوس، وجاء بعد الملك البار قسطنطين فأخرجه من السجن مع بقية المعترفين، ورجع كل واحد إلى بلده وكان يخدم ويبشر باسم المسيح. وبينما كان ماشيا في أحد الأيام وجد كلبا مسعورا يذبد من فمه وهو يزأر كالأسد بطريقة مخيفة، فصلى القديس أبو تربو صلاة قوية فأرسل الله ملاكه بسرعة وأنقذه من هذا الكلب المسعور، وأمره أن يمد عكازه على الكلب، فلما مده مات الكلب في الحال. ثم أعطاه الله هذه الموهبة، فقال له الملاك إذا أصيب كلب بداء السعر وعض إنسانا أو حيوانا ويذكر اسم الله واسمك على هذا المريض فإنه يشفى. شوف الشرك. وقد شاع اسم القديس أبو تربو أنه يشفي من يأتي إليه مصابا بعضة الكلب السعران، ومن معجزاته الكثيرة أنه شفى ابنا مريضا وحيدا لامرأة مسكينة. خد بالك هي معجزات كثيرة، منها أنه شفى إيه؟ ولد لامرأة وحيدة كان مصابا بعضة الكلب السعران بعد أن صلى من أجله إلى الله. صلاة أبو تربو شائعة في الأوساط الريفية ومجربة وتأتي بنتائج ملموسة. طب فين هي النتائج الملموسة؟ فين هي النتائج الملموسة؟ ليه ما بنشوفش الحاجات دي موثقة؟ ليه ما بنشوفش المريض اللي عضه الكلب ما بيروحش للمستشفى وبيروح للكنيسة؟ ليه؟ نخش على الصفحة اللي بعدها. طقس صلاة أبو تربو، إزاي بتوصل هذه الصلاة؟ إحنا جبنا في الفيديو، ويأتي من عضه الكلب إلى الكاهن ومعه 7 خبزات فطير، خبز غير مختمر، و7 قطع من الجبن بدون ملح، و7 بلحات، وإناء به ماء وزجاجة بها قليل من الزيت. يستدعي الكاهن 7 صبيان دون البلوغ، وبعد كده بيقرأوا هذه الصلوات عليه. الصفحة رقم 3 معانا النهاردة 154، بيقول ايه بقى؟ يمسك الأطفال 7 بيد بعضهم بعضا ويدورون حول المريض 7 دورات، وهم يقولون آمن أنك ستشفى تماما وأنك ستخلص من دائك بقوة وبفرح من الوهاب المنعم. الأول الفائق أيها الشافي لك المجد الآن وكل آوان. إذا انتهى 7 دورات يقطع كل واحد من الأطفال قطعة من الفطير والجبن والبلح ويضعها في حجر المريض.
يرشم الكاهن عليها وعلى الماء وعلى الزيت بعلامة الصليب، ثم يرش المريض بالماء ويرشمه بالزيت. يأخذ المريض هذه القطع ويأكل كل يوم قبل الإفطار قطعة من الفطير وقطعة جبن وقطعة بلح، ويشرب قليلا من الماء ويدهن مكان العضة بالزيت، فيبرأ المريض بنعمة الله وبركاته. صلوات القديسة أبو تربو. دي صلاة أبو تربو، كيف تصلى، لمن بتصلى، عندهم استعداد يودوا. بس أنا أسأل سؤال، يعني هل القس اللي في الكنيسة لو ابنه أو بنته عضها كلب مسعور في الشارع بياخدها يصلي لها الصلاة دي على طول، ولا بياخدها يوديها للكنيسة؟ جاوب على السؤال ده بنفسك، وأنصحك نصيحة لوجه الله تعالى: لا تسلم عقلك لغيرك ليفكر لك به. ربنا عز وجل وهبك العقل لأنه نعمة، وأيضا سيكون حج عليك في الدنيا، وستلوم نفسك على عدم استعماله في الآخرة. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنصحتي لك: شغل عقلك ولا تسلم عقلك لغيرك، وابحث عن الحق بتجرد وإنصاف، ومن بحث عن الحق بصدق أقسم بالله أنه سيصل للحق. في الختام، هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب في القناة وتفعيل الجرس ليأتيك منا كل جديد، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة على بيتريون، الرابط أسفل الفيديو، أكون شاكر ليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.